لا شك أن المنظومة جاءت استجابة لهذه الرؤية حتى تدعم جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من القطاعات الأخرى في تحقيق هذه الرؤية. نحن مغذي أساسي لجميع الجهات وممكن من الممكنات اللي يبنى عليها الاقتصاد الوطني المعرفي وأيضا في الجانب الاجتماعي وأيضا في الجانب الإنساني. المنظومة هذه اللي استمر العمل عليها 18 شهر سابق وشاركت فيها أكثر من 25 جهة اتحادية ومحلية كشركاء أساسيين في هذا الشأن، جاءت كمخرج أساسي وبداية لمرحلة جديدة من مراحل تنظيم دخول وإقامة الأجانب إلى الدولة، اتسمت بالمرونة والتعدد وأيضا قابليتها للتطوير والتحديث بشكل مستمر، وأيضا اعتمدت على الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الأساسية التي يمكن أن تكون مخرجات هذه المنظومة كأحد مغذيات دعم القرار في المستقبل. أتمنى أن هذه المنظومة تكون ملبية لاحتياجات الجميع وأن دولة الإمارات وفقا لرؤية قيادتها تكون أكثر الدول جاذبية في الإقامة والعيش على أرضها، خاصة أن اليوم نحتل في دولة الإمارات المركز الأول في تقرير التنافسية الدولية من حيث الإقامة. نحافظ على هذه الريادة، نقود هذه العجلة بإذن الله تعالى، متمنين من المجتمع أن يكون متعاون في هذا السياق حتى يكون المخرج وفقا لما ترتئيه قيادة دولة الإمارات. هو نسخة جديدة مطورة من جواز السفر السابق، محاط بكثير من التأمينات الأمنية أو المؤكنات الأمنية عالية الجودة، يحول دون تزويرة أو العبث فيه. كذلك بالنسبة لقاعدة البيانات الأساسية المرتبطة بهذا الجواز، البيومترية وغيرها من البيانات الأخرى هي مدرجة ضمن هذا الجواز. هذا الجواز يعتبر النسخة الأحدث على مستوى العالم من حيث المواصفات الأمنية ومن حيث ما يحتوي من بيانات من خلال التخزين الذكي في هذه الوثيقة.